السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم يا أهلا وسهلا بالجميع في فيديو جديد. اليوم رح نتكلم عن مراجعة عن لعبة Alan Wake 2 بعد التختيم، طبعا بعد ما لعبت أكثر من 23 ساعة وأخيرا ختمت هذه اللعبة اللي فعلا مجهدة ذهنيا، تحتاج لياقة عقلية صراحة، تحتاج لياقة عقلية مو طبيعية. ليش؟ لأنها طبعا رعب نفسي مو طبيعي، زائد طبعا في أي لحظة يطب عليك من الوحوش طبعا أو الفزعات هذه أو السكير جامب أو شيء زي من هذا القبيل، يعني صراحة بتفجع كل شوي. غير كذا الأصوات الأشباح بخصوصا مع Alan Wake، لما تلعب في Alan Wake في الظلام كل شوي وتسمع ذاك الهمس Alan Wake Alan Wake Alan Wake، يعني شيء مزعج. يعني غير السيناريوهات الجريمة، سيناريو ورا سيناريو، ويجب عليك أن تحل هذه المشاكل أو الجرائم عشان تتقدم في القصة. طيب إحنا راح نتكلم اليوم في الفيديو عن ثلاثة أمور، أو الأمر الأول أو الموضوع الأول راح نتكلم عن القصة بشكل يسير وسهل، أعطيكم عليه بريف بحيث أنه الجميع أي أحد يبغى يفهم القصة خلال إن شاء الله بالكثير 10 دقائق حتكون إن شاء الله فهم قصة Alan Wake بشكل يسير وسهل، طبعا بدون تفاصيل دقيقة، لأنه تفاصيل دقيقة يبغالي أقل شيء، يعني بصراحة يبغالي أقل شيء ساعة يعني عشان نتكلم بالتفاصيل المملة، لأنه في ناس عندها هوس تبغى تعرف عن القصة بشكل كامل ومعجبة بأسلوب الكاتب وبكتاباته. فبإمكانكم تخشوا على اليوتيوب وتشوفوا الناس اللي ما شاء الله ناس حريفة، طبعا حريفة في الموضوع ذا. بالنسبة لي أنا طبعا ما يعني أوكي، يعني لعبتها واستأنس فيها، لكن ماني يعني مع القصة بشكل كبير جدا. يعني القصة حلوة ومحترمة واحترمت الكاتب، الكاتب أنا نادي الكاتب العبقري صراحة، هذا لازم يحافظوا عليه، كاتب عبقري بمعنى الكلمة. الشيء الثاني راح نتكلم عن إيجابيات وعن سلبيات، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشوف ونقارن يعني أيهما أعلى، وأنا أعتقد أن الإيجابيات تغلب. ثالثا وأخيرا راح نعطي التقييم الشخصي وأعطيكم توقعي، هل اللعبة فعلا حتفوز هذه السنة؟ هل فعلا حتكون لعبة هذه السنة؟ لأن هي مترشحة حرفيا للعبة السنة ما شاء الله تبارك الله. يعني زي ما قلت لكم، يعني أول ما كنت أنزل عن اللعبة ما كان أحد يتابع ولا أحد كان يسأل عنها ولا كان أحد حتى يدوب يعمل لي لايك واحد الاثنين، استغربت يعني الناس كلها ما تبغى تلعب هذه اللعبة ولا لها ذاك الهايب الكبير، بس غريبة صراحة. يعني توقعت اللعبة أو ممكن عشاق اللعبة أو من النوع هذا قليل، يعني اللي هو لعبة الرعب النفسي والألعاب المرعبة بشكل عام. يعني عموما ما طول عليكم المقدمة، راح إن شاء الله بإذن الله تعالى نستأنس مع بعض في هذا الفيديو، ويلا أشوفكم بالفيديو يا شباب، يلا على الفيديو. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. تم استدعاء العميلة ساجا أندرسون، وهي عميلة بارعة تعمل لدى الـ FBI إلى بلدة برايت فولز لتعمل تحقيق في سلسلة جرائم قتل يعتقد بأنها شعائرية. ويساعدها في هذا التحقيق زميلها كيسي اللي راح يكون له دور في قصة هذا الفيلم. وكذلك ما ننسى بأن كيسي سبق وحقق في هذه الجريمة التي لم تحل من عام 2010. ساجا أندرسون تمتلك قوة خارقة في عقلها، وذلك لحل أي لغز لأي جريمة، وبإمكانك أنت كلاعب حل جميع المشاكل عبر الدخول إلى عقل ساجا أندرسون، وبعد ما تجمع بعض الأدلة المتوفرة في ساحات الجريمة، وستجد نفسك بأنك لن تستطيع التقدم في القصة إلى أن تنهي جميع الملفات، وبالتالي كن حريصا على جمع الأدلة وحلها أول بأول بإكفال كل قضية. وكذلك العميلة أندرسون تمتلك قوة أخرى خارقة، وهي التخاطب الذهني مع المشتبه به، وستجدها تحت مسمى بروفايلينج، وهذه الخاصية راح تساعدك كثير في حل القضايا والألغاز. I'm Tammy and he's Ed. Hello officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw.
ستجد بأن العميلة ساغا أندرسون حريصة على عمل التحقيق مع جميع من في البلدة لمعرفة القضية، ولكن سرعان ما يتشتت ذهنها بسبب ابنتها لوغان والتي ماتت غرقا، والسبب في ذلك آلين ويك، وكيف تم ذلك ستعرفه في مجريات القصة. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. ساغا أندرسون جدا متحمسة ومتشوقة لحل هذه القضية، قضية مقتل نايتينغيل. ونايتينغيل هو شخصية رئيسية في لعبة آلين ويك الجزء الأول، وهو عميل FBI سابق، وكان مختفي ولمدة 13 سنة حتى ظهر مقتولا ومنزوع القلب، وهذا القتل يعتبر ذات صلة طائفية شعائرية سحرية. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Cult of the Tree أو طائفة الشجر، وهذه الطائفة غريبة جدا، سأتركها لكم عشان ما أحرق عليكم القصة، استمتعوا فيها واكتشفوا هذه القصة، هل هم من الأشرار أو هل هم من الأخيار؟ تحتوي اللعبة على مناظر جدا قوية ومرعبة ومفزعة بشكل لا يوصف، وبالتالي يوجد تحذير قبل شراء هذه اللعبة إن كنت تعاني من آلام بالقلب أو ذبحات صدرية لا قدر الله أو نوبات صرع، فابتعد من هذه اللعبة لأنها ستسبب لك مشاكل ذهنية عقلية بصراحة، وكذلك نهائيا غير مناسبة للأطفال. طبعا عالم القصة ينقسم إلى نوعين، النوع الأول وهو النوع الحقيقي اللي تعيش فيه ساغا أندرسون وزميلها كيسي، والنوع الثاني وهو عالم الظلام اللي يعيش فيه بكل أسف آلين ويك منذ 13 سنة، وهذا العالم عبارة عن ظلام وأشباح من الظلام وسيدهم أمير الظلام والملقب بسكراتش، ولكن توجد بوابة للتنقل ما بين العالم الحقيقي وعالم الظلام، ولكن أولا يجب ممارسة بعض الطقوس الريتشوال أو الروحانية حتى تنتقل إلى هذا العالم، ولكن ما الفائدة للذهاب إلى عالم الظلام ولا تستطيع القضاء على سيد الظلام؟ فعلا كيف تقتل أمير الظلام في الظلام؟ ولكن في شيء اسمه كليكر، وهذا الشيء اللي راح نتكلم عنه بعد شوي. وهنا ولأول مرة تقابل ساغا أندرسون آلين ويك وجها لوجه، وتبدأ ساغا أندرسون بالتحقيق مع آلين ويك وتسأله كذلك عن نايتينغيل وسبب مقتله، وكذلك وين كان طيلة 13 سنة. Scratch. وبعدها راح تدخل في قصة آلين ويك، وراح تلعب في الدارك بريزنس، وراح تلعب في عالم الظلام، وتعيش قصة آلين ويك طيلة 13 سنة وإيش كان يفعل خلالها عشان يخرج من هذا الظلام. وراح تقابل شخصيات كثيرة وأشهرهم مستر دورز أو سيد الأبواب، وهذا هو المذيع بنفسه، وبالإضافة للمحقق كيسي راح يلعب دور مهم في عالم الظلام مع آلين ويك لكشف الجرائم، وبالإضافة إلى شخصيات كثيرة جدا راح تصادفها سواء كان في الحياة الواقعية الحقيقية أو في عالم الظلام مع آلين ويك. آلين ويك يمتلك أداة لسحب الضوء والتحكم بها في عالم الظلام، وهذا جدا مهم، ومن خلال ضغطة مطولة بإمكانك سحب الضوء ومن ثم اكتشاف أماكن جديدة سرية. وبكل صراحة اللعب بآلين ويك يحتاج إلى لياقة عقلية، لأنه راح تشعر في إجهاد ذهني شديد، مليء جدا بالألغاز، مليء جدا بمسارح الجرائم اللي لابد أنك تحلها حتى تكمل القصة، ومع حل كل مسرح جريمة راح تفتح معك مسرح جريمة جديد آخر، وراح تشعر للحظات طويلة في أنك في حلقة لا تنتهي من المسارح. وبخصوص أشباح الظلام، انتبه منهم، البعض منهم يكون خطير جدا ويجب عليك استخدام الضوء، وبعد كشف الدرع الظلامي حول هذا الشبح بإمكانك التخلص منه. وفي العالم الحقيقي ما زالت ساغا أندرسون مستمرة لحل هذه القضية الغريبة المتعلقة بالطقوس الشيطانية، وتوجهت إلى مدينة ووتري الغريبة، ويعتبر هذا مسقط رأسها. وفي رحلة ساغا أندرسون راح تواجه نوع آخر من الأعداء والمسمون بالتيكن، فاحذر منهم لأنهم يمتازون بسرعة فائقة جدا،
واستمتع عزيزي المتابع، وإذا حاب تعرف أكثر تابع حلقاتي لأني نزلت التختيم كامل في قناتي. والآن نتجه إلى إيجابيات وسلبيات اللعبة. أول إيجابية هي الجرافيكس الأسطوري الثوري لهذه اللعبة. بصراحة جرافيكس أسطوري، ولكن متطلب، يعني متطلب يكون عندك جهاز يدعم الجرافيكس بشكل كامل. والإيجابية الثانية بكل تأكيد الجو العام للعبة من ناحية الرعب والألغاز والسيرفايفل، يعني تحس نفسك انك في اي لحظة ممكن تموت، في اي لحظة يكون ما عندك أسلحة، وفي اي لحظة ممكن الناس كلها تتخلى عنك، وهذا شيء جدا جدا حماسي. هذه الأشياء اللي نفتقدها في الألعاب بالوقت الحالي. والإيجابية الثالثة الجيم بلاي جدا ممتع، وفعلا تقدر تتحكم وتقدر تعمل تفادي دوجينج، وتقدر كذلك تستخدم ايمك وتنوع ما بين أسلحتك وتشوف ايش اللي أنسب لك. والإيجابية الرابعة الحبكة الدرامية. نعم ممكن البعض يستغرب يقول لك يا أخي القصة تتوه، القصة ما تنفهم بسهولة. اي نعم ما تنفهم بسهولة، والسبب لأنه ما في ترجمة باللغة العربية، ولكن اللي يفهم باللغة الإنجليزية راح يعني يصدم بعبقرية الكاتب. الكاتب صراحة أهنيه، صراحة كاتب عظيم جدا، ولازم يعني يحجزوه لهوليوود صراحة، يعني هذا الكاتب لا يفرط فيه نهائيا. God damn it. And now they're all taken. أعوذ بالله. والإيجابية الخامسة الألغاز الجميلة. طبعا ألغاز مرتبة، ألغاز حلوة تقدر تحلها بكل سهولة، ما عدا ألين ويك في الظلام شوي شوي يبغى لها تركيز، اللي هو ترتيب مسار أو مسرح الجريمة. الله يرجعك شاف لك يا شيخ، أعوذ بالله. واو واو واو، إيش ده اللي معه؟ وينك؟ لا 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 لا. والإيجابية السادسة البوس فايتنج، يعني مقاتلة الزعماء. طبعا الزعماء مرة قويين، ويبغى لهم طبعا استعداد من بدري، ويكون عندك رصاص، يكون عندك طبعا بطارية للكشاف، والله يعينك صراحة. يعني بعض الزعماء يعني غثيثين جدا بشكل مو طبيعي، وأصعبهم طبعا راح أعطيكم الآن عنها بروفا، اللي هي سينثيا العجوز. في نظري طبعا انه هذه هي اصعب زعيمة موجودة في اللعبة، وبصراحة بصراحة تعبتني كثير كثير كثير، مت يمكن اكثر من 4-5 مرات، وممكن لاني ما كنت مستعد وما كان عندي الرصاص الكافي عشان اتغلب عليها. وبالتالي خذوا حذركم من سينثيا العجوز. طبعا ما نسيتكم، راح اعطيكم الكليكر وين مكانه. يلا دحين اوريكم وين مكان الكليكر. وهذا هو الكليكر اللي راح يتخلص من أمير الظلام الإسكراتش، سبب جميع المشاكل وسبب وجود عالم الظلام العالم الموازي. ولكن هل فعلا الخطة ستنجح والكليكر فعلا سيقضي على أمير الظلام الإسكراتش؟ لمعرفة ذلك تابع حلقات تختيم هذه اللعبة الأسطورية في قناتي. ونتكلم الآن عن سلبيات اللعبة، ونبدأ بأول سلبية لاحظتها وفعلا كانت تقهرني، وهي اللعب بألين ويك المجهد المتعب. أحيانا يصير ممل، أحيانا ودك تكمل في اليوم اللي بعده، على عكس اللعب بساغا أندرسون اللي ودك تشوف نهاية الشابتر بالكامل. يعود السبب طبعا للغموض الكثير في اللعبة، ولعدم توضيح مسار الخط ومسار اللعبة، وين تتجه وين تروح، غير كثرة مسارح الجريمة اللي لازم تحلها بالكامل حتى تمشي في القصة، وبالتالي يضيع عليك وقت طويل جدا في عالم الظلام. وكذلك لاحظت في دروب فظيع في الفريمات بشكل غير طبيعي، يعني احيانا الجرافيكس يكون جدا ممتاز، وفي اماكن فجأة يصير في دروب، وفي تشوش في صورة اللاعب، وفي تشوش في الانارة والاضاءات، لانه اللعبة متطلبة كثير جدا من الجي بي يو والسي بي يو، وهذه ما هي مشكلتنا احنا، هذه مشكلة اللعبة، يفترض يكون في توازن. وهذا ما لاحظته طبعا، يعني انا لاحظ انه في جليتشات، واعترفوا انه في جليتشات وعملوا لها باتش، لكن ماني شايف الباتش سوى اي شيء.
والسلبية الثالثة اللي جدا جدا أنا أهتم فيها اللي هي عدم دعم اللعبة باللغة العربية، فاضطريت عشان المتابعين أنزل ترجمة، وشكرا لمن ترجم هذه اللعبة، ولكن سبب مشكلة كبيرة في اللعبة، صار في دروب كبير في الفريمات وفي الرسومات، وصار في السكرين لودينج صار يتأخر ما بين التنقل، فسبب مشكلة، فهذا شيء طبيعي لأنه ما في تناسق، فالمفترض من اللعبة أساسا أتمنى شركة ريميدي يعني تعمل وتهتم إذا كانت تبغى تعمل ريميك لألعاب أخرى مهمة، تهتم بالشرق الأوسط وباللغة العربية للعرب جميعا. والسلبية الرابعة، وهذا شيء ملاحظ، أنه المقاتلة في اللعبة قليل جدا وغير متوازنة مع حل القضايا وحل الألغاز واكتشاف القصة والتعمق فيها. طبعا أنا أشوف الكاتب تفوق على من كتب السيناريوهات، يعني السيناريوهات أوكي هي حلوة وممتازة، ولكن ينقصها قليلا من المقاتلة، يعني إحنا نبغى نقاتل، نبغى مضاربات، نبغى يعني أعداء أكثر، نبغى رصاص أكثر، ما نبغى نعمل سيرفايفل كل وقتك سيرفايفل وخايف تتقاتل مع الأعداء بسبب أنك ما تخسر الجيم. البعض منا طبعا راح يشوفها إيجابية والبعض راح يشوفها سلبية، وأنا من الناس اللي أشوفها جدا سلبية، أنا أبغى ألعب عشان أستمتع وعشان أخوض تجربة ضد الأعداء اللي هم صنعوهم، أعداء كانوا مميزين وأشكالهم جميلة وصراحة يعني فيها نوع قوي جدا من الحماس وتجربة جديدة، ولكن بكل أسف كان زي ما أقول لكم حل القضايا والألغاز أكثر من المقاتلة. والله وبس، يعني ما في عد سلبيات ثانية أخرى غير هذه السلبيات اللي أنا لاحظتها، وهي سلبيات يعني ما يعني تنفي الإيجابيات الكبيرة للعبة. ولكن إيش تقييمي للعبة هذه؟ في كثير والله أعطوها تقييمات عالية جدا، ولكن أنا راح أعطيها 8.5 من 10، وأنا أشوف هذا التقييم الأنسب لها. أول حاجة ليش 8.5؟ أول لا تدعم اللغة العربية، وثاني شيء طبعا ألان ويك، اللعب بألان ويك أكثر من ساغا أندرسون، اللي أنا استمتعت بساغا أندرسون أكثر عشان الفايتنج في بساغا أكثر، اللعبة كانت مركزة على الدراما ومركزة على الغاز وحل القضايا وتشبيك القضايا أكثر من الفايتنج. إحنا نبغى نلعب، نبغى نستمتع، وصراحة يعني هذه الأشياء اللي لاحظتها والله لعبة تستاهل 8.5 من 10، وأعتقد ما خاب ظني أنها راح تكون لعبة السنة، لأنه ما في منافس لها، يعني ربما الناس أذواق، ولكن أنا أشوف أنه هذه راح تكسب لعبة السنة، وموعدنا ديسمبر إن شاء الله، أعتقد أنها ديسمبر بإذن الله تعالى نشوف مين اللي يفوز، وإحنا وش علينا يعني، في النهاية أنا بلعب وبستمتع، وهذه اللعبة تعتبر من الألعاب اللي أنا أعشقها، وألعاب صراحة جوي الخاص، يعني على عكس الألعاب الثانية ما أستمتع فيها، وكل واحد وذوقه. نصيحة أخيرة للجميع، إن كنت من محبين ألعاب الرعب فهذه اللعبة راح تناسبك بمعنى الكلمة، صحيح الرتم تبعها بطيء في البداية، ولكن راح تستمتع، صدقني جوها العام خيالي خيالي خيالي، غير الجرافيكس. وإذا كان عندك سوني 4 وانت نازل، نهائيا أنصحك لا تشتري هذه اللعبة. إذا كان عندك بي سي ضعيف، أنصحك لا تشتري هذه اللعبة، لأن الجرافيكس تبعها جدا متطلب بمعنى الكلمة. هذه والله أنا ما ذكرتها من العيوب، لأنه ممكن تفاديها طبعا بشراء أحدث جهاز إذا كان في إمكانك، وإذا كان عدم إمكانك لا تلعبها، صراحة اللعبة متطلبة بمعنى الكلمة. وإلى هنا نصل إلى ختام الفيديو، الله يعطيكم العافية، لا تنسوني من اللايك والاشتراك في قناتي لكل جديد. هذا أول مرة أسوي عملية مراجعة لفيلم وتختيم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى إن كان شيء يعني مرغوب بإذن الله تعالى راح نستمر في عمليات المراجعة للأفلام. طبعا أنا مو أي أو مش الأفلام، قصدي الألعاب، يعني في النهاية ألان ويك والله شبه الأفلام يعني، ومش أي لعبة صراحة، لأني أنا من هواة جميع الألعاب، ذوقي محصور على كذا لعبة، وما أحب أعمل مراجعة لمجرد اسم مراجعة ومجرد بس فقط جذب مشاهدين ومتابعين، أو أكذب عليهم أني ما أكون ألعب اللعبة أو ألعبها مجرد ساعتين وأقول لهم والله هذه مراجعتي. اللعبة الحقيقية عشان تعمل مراجعة بشكل صحيح ودقيق أنك تلعبها ما يقل عن 10 ساعات صراحة، خصوصا ألان ويك، يعني ألان ويك الجزء الثاني طبعا
بدايته بطيئة بمعنى الكلمة، يعني يحتاج لك وقت طويل طويل عشان تفهم القصة وتبدأ تشوف إيش إيجابياتها وإيش سلبياتها، كيف الفايتينج، لأنه في البداية ما في فايتينج، يعني بعد فترة يعني تبدأ يصير عندك قتالات، تبغى تشوف الجيم بلاي كيف حركة اللاعب، الفريمات، استجابة اللاعب، هل في كرافتينج للأسلحة، هل في أغراض أخرى، هل في أسلحة قوية. بعضهم يتكلم لك يقول لك اللعبة كده كده من غير ما يخوض تجربة اللعبة الحقيقية. فبإذن الله تعالى تكون مراجعة كافية ووافية، وما جاملتها ولا أني يعني أنا ما يعني ما راح أجامل في اللعبة هذه. صحيح أنها تعجبني وعجبتني وختمتها، لكن بصراحة يعني في ناس ما تناسبهم اللعب اللي كذا، يعني اللي ترعب، اللي كل وقتك يعني تخايف. يعني صراحة هذه اللعبة بتسبب لك رعب نفسي فظيع، يعني مرة لعبة مرعبة بمعنى الكلمة، وهذا الشيء اللي خلاني أحبها أكثر وأكثر. غير القصة والكتابة، صراحة احترمت الكاتب، احترمته احترام كبير، وبانتظار طبعا ماكس بين طبعا بيعملوا له ريميك. هذه الشركة شركة طبعا جبارة بصراحة، جرافيكس تبعهم أسطوري، الجيم بلاي أسطوري. وعموما كل الكلام قلناه في حلقة اليوم، أشوفكم على خير، في أمان الله، peace out.